سميت هذا الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء باستجواب القرن. نكرر بأن استقبال حكومة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد لوزير خارجية النظام الإيراني على كل العلل والمثالب ذكرناها السياسية والأمنية ليست حادثة منعزلة. وين روابطنا مع الخليج التي نتنازل عنها لصالح إيران؟ لأن هذا الاستجواب يعتبر استجواب للعبث الطائفي في البلد، واليوم إن فكروا في مثل هذا الاستجواب سنتصدى لهم ولن ندعهم أن يمزقون الكويت ويشعلون الفتنة، فالفتنة نائمة لعن الله من أغضها.